غادي ناخدو معنا هند. الو صباح الخير. الو صباح الخير هند. صباح الخير حنان. كي صباحتي لاباس عليك؟ الحمد لله. سعاده بتشرفك المشاركه معنا هند مره اخرى. ربي يخليك. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا لك هند. شنو الاقتراح ديالك هاد الصبيحه؟ هذا شي ميساج وصل هند. بما هذاك الشيء اللي بما ان شاء الله رمضان ان شاء الله ما بقى له والو، فقلت علاش ما نديروش شي حوايج نقدموا ان شاء الله في رمضان. يلا نخليو للنساء شويه يوجدوا ويجربوهم في الدار ونشوفوا واش غيصدقوا لهم ولا لا. اها، والمساله الاخرى غير اللي باش غادي نطلبها منكم جميعا، فغادي تكونوا كنتمنوا في المشاركين معنا في شهر رمضان المبارك، كنتمنوا تكونوا وصفات متميزه لهذا الشهر ان شاء الله. هلي خطيك هند. ان شاء الله. الوغ غنعطيكم واحد القراش اللي كيجيو قراش اللي هما كيجيو في الحقيقه احسن من ديال السوق. الاضافه اللي زدت عليهم هما هاد القراش البزيين. الاضافه اللي زدت عليهم هي عقده اللوز، يعني قريش لا تني غناكلهم غنلقاو داخل عقده اللوز باش ما يجيوناش ناشفين. ناشفين كثر. هاد القريش لا ان شاء الله غنحتاجو الكيلو ديال الطحين. سته البيضات. 160 غرام ديال السنيدة، 100 غرام ديال الزبدة اللي غتكون في درجة حرارة المطبخ. 100 غرام ديال الزبدة ياك؟ الزبدة تكون في درجة حرارة المطبخ. ما عرفتش هند، واش مثلا تقدر تقول لنا ليكيفالون شحال بالمعلقة ولا بالكيسان؟ لأن بزاف ديال الناس كيقول لك بالغرام كتجيهم صعيبة. بصراحة ما نكذبش عليك، ما كنعبرش. أنا كتعبر بالغرام. حيت هكا تعلمنا الجرامات، ولكن ان شاء الله نوعدك المره الجايه. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. الوصفه ان شاء الله بالمعلقه اولا بالكاس. هلي خطيك هند. تفضل. ان شاء الله ما كاين حتى مشكل. انا راسي وعينيا غندير واحد 50 غرام ديال بودره الحليب. 100 غرام ديال الجزلان محمر. الوغ الجزلان غنديرو على حسب الذوق. يعني كل واحد اللي كيبغي الجزلان بزاف يدير على حسب القياس ديالو، عينو ميزان، وشويه ديال النافع. 50 غرام ديال محسن الخبز. هذا اللي بغى يديرو يديرو، اللي ما بغاش يديرو ما يستعملوش. شنو هو هذا؟ هذا محسن الخبز. محسن الخبز. محسن الخبز اول مره كنسمع هند. لا كيتباع، هو اللي كيستعملوا جميع لي باتيسري، وهذا هو اللي كيعطينا هذاك الخبز كيجي الشيش او اي حاجه. بالطحين يعني القراش او لي بريوش كيعطيهم واحد لاسبي كيجيو هشاش. في كنلقاو على الناس اللي كيبيعوا لوازم الحلوه، الناس اللي كيبيعوا الحلوه هذا موجود. يعني هكذا كيتسمى محسن الخبز. محسن الخبز الفرنساويه كيقولوا له لاميليورون. محسن الخبز لاميليورون هو كيتباع في جميع الاماكن اللي كيبيعوا هادشي ديال الحلويات. كنستعملوا غير بكميه قليله باش كيعطينا، ما كتجيناش بحال دابا القريشلات اولا لي بغيوش كيجيوناش مدقسين. كيعطيهم كينفخهم وكيجيو خفاف بزاف. هادشي علاش ملي كنصوبو حنا القراش في الدار ما كنقولو علاش ما جاوش. ما كيصدقوش طبعا. ماشي كيجيونا ثقال. حيت الباتيسري كلهم كيستعملوا هاد الماده اللي كيتكر دابا. بالنسبه للنساء اللي ما لقاوهمش اولا اللي ما بغاوش يستعملوا، هذا زعما اضافي. ياك. غنديروا واحد شويه ديال المسكه حره مدقوقه. طبعا غنكونوا بقينا هاد شفت المسكه حره مع شويه ديال السنيده هكا غير بكاس اولا بمعلقه فكتولي غبره. 10 غرام ديال الملحه. 60 غرام ديال خميرة العجينة، نص كاس ديال العنبة ديال المظهر اللي غندوبو فيه واحد شوية ديال الزعفران شعرة، فهو إضافي بالنسبة للنساء اللي كيبغيو داك اللون صفر في القراش ديالهم وكيبغيو المذاق ديال الزعفران شعرة. الزعفران شعرة صحي مزيون كيجي صحي وزوين وكيعطي مذاق زوين. بالنسبة للنساء اللي عندهم العجانة غناخدو جميع المقادير على الطريقه اللي غنعطي للنساء اللي عندهم العجانه ولا اللي ما عندهمش. غناخذوا جميع المقادير غادي نخدموها مزيان من غير الزبده. نخدموا العجينه ديالنا واحد 10 دقائق اولا ندلكوها واحد 10 دقائق، عاد ندخلوا الزبده ديالنا شويه بشويه ونعاودوا ندلكوها 10 دقائق اخرى. غنغطوها بواحد البلاستيك غذائي او السلوفان ونخلوها ترتاح حتى كيضاعف الحجم ديالها. منين غنخليوها ترتاح نوضو نوجدو العقدة باش غنعمروها. العقدة اللوز غنحتاجو 250 غرام ديال اللوز النقي. بلاتي؟ حتى كتخمري قلتي؟ نخليوها تخمر. الوقت اللي غتخمر نوضو نوجدو العقدة ديالنا. أييه.
غنكونوا منقيين من قبل. ديما انا كنقول اللوز الا كنا غنستعملوا عقده نحاولوا نصوبوه ليله قبل. علاش؟ باش كنني كنغسلوه وكننقيوه كنخلوه كيمشي في واحد المنزل ليله كامله باش ما كيجيناش منيه. ناخذ 250 غرام ديال اللوز النقي غنطحنوه مع 100 غرام ديال السنده. منقي صافي ديال سلقتي وحيتي له القشره؟ سلقته وحيت له القشره ديالو. دابا قلت لك ليله قبل ان شاء الله نكونوا موجدينه باش نلقاوه ناشف. شحال ديال سنيده؟ 100 غرام. معلقه العسل. هنا كيف ما شفتي السنيده ما درتهاش كثيره حيت غنستعمل العسل. العسل باش كيعطي واحد التعليك اكثر. معلقه كبيره ديال العسل يكون من النوع الجيد. ماشي العسل العادي ديال السكر هذيك مصابين، يكون من النوع الجيد. معلقه كبيره ديال الزبده تكون زي درجه حراره المطبخ، وشويه ديال المسكه حره مدقوقه. غنشدو هاد العجينه ديالنا ندلكوها مزيان، هاد العقده ندلكوها مزيان بالكف ديال اليد، ونصوبو منها واحد الكويرات صغيورين قد الزيتونه، كويرات صغيورين ونحطوهم على جنب. من بعد غنشدو هاديك العجينه ديال القراش اللي غتكون خمرات. واسمحي لي عاوتاني غنعطي هاد الاضافه، ولكن انا راه كنبغي تصدقي. مرحبا لي خطيك. انا كنبغي نعبر اي حاجه نعبرها باش المنظر كتجينا مزيونه وكتجي بحال نيت شاريها من السوق وحسن. انا غنشدو دوك الكويرات ديالنا نحاولوا نعبروهم اولا نديروا عينا ميزانه، نحاولوا اذا عبرنا نديروا 30 غرام في كل قريشنا. اي 30 غرام. غنديروا في طمن هذيك الكويره ديال عقده اللوز ونحاولوا نخدموها هكا على شكل دائري بيدينا، ونحطوها فوق واحد اللاطه اللي غنكونوا مفرشين فيه منها بابي ديال الطياب، الورق ديال الطياب. نخلوهم كيضاعف الحجم ديالهم، وندهنوهم بواحد البيضه اللي غنكونوا خفقنا مع معلقه الماء باش كنحيدوا داك الجهد ديال البيض، ونرشوا عليهم شويه الشجلان من الفوق. ندخلوهم للفران اللي مسخنين من قبل على درجه حراره 180 درجه، نطيبوهم من التحت عاد من الفوق. بالنسبه للنساء اللي عندهم الفران بلا شاليغ تورنون ما قدو نشعلو عليهم الفوق والتحت، نخلوهم تيطيبو حتى يعطيونا داك اللون الذهبي الزويكو. بالصحه والراحه. ولكن انا غادي نعذبك ونقول لك تعاود لي هادشي كامل بالمقادير. ماشي مشكل، نعاود المقادير. عافاك، شكرا جزيلا. ان شاء الله حبيبي. واحد كيلو ديال الطحين. ستة البيضات. 160 غرام ديال السميدة. 100 غرام ديال الزبدة تكون في درجة حرارة المطبخ. 50 غرام ديال بودرة الحليب. 100 غرام ديال الزنجبيل المحمر. شوية ديال النافع. نافع حمرتيها ولا خليتيها هكذاك؟ النافع لا، نقي وحمري واحد شوية. ياك. هو كل ما تحمر كيعطينا داك كيخرج داك المذاق ديالو، لا هو لا الجيجلان. 5 غرام ديال محسن الخبز. شوية ديال المسكة حرة مدقوقة. 10 غرام ديال الملح. 60 غرام ديال خميرة العجين. ونص كاس ديال الزهر اللي عبرنا بالكاس ديال العنبه اللي غنكونوا ذوبنا فيه، واحد شويه ديال الزعفران شعره. كيف ما قلنا هاد المقادير كلهم غنخلطوهم، وغنحاولوا ندخلوا الزبده هي الاخرى وندلكوهم مزيان ونخلوهم يرتاحوا. نوجدوا العقده ديالنا اللي غنعاود لك المقادير ديالها، 250 غرام ديال اللوز النقي. ومطحون مع 100 غرام ديال السنيده. نخدموهم مع واحد معلقه العسل، معلقه كبيره ديال الزبده دائبه، وشويه ديال المسكه الحره. نعمروا الزبده دوبناها؟ لا، غير في درجه حراره المطبخ. درجه حراره صافي. معلقه الزبده تكون درجه حراره المطبخ لينه، ونخدموها مزيان بالكف ديال اليد حتى كتدخل لهذيك العقده. كنصوبوا منها كويرات، ونعمروا القريش ديالنا اللي غنكونوا عبرنا العجينه 30 غرام تقريبا الا بغيناهم يجيو صغار، 30 غرام في الوحيده، وكنخلوهم يرتاحوا حتى كيضاعف الحجم ديالهم. كندهنوهم بواحد البيضه اللي خفقنا مع معلقه ديال الماء. نرشع عليهم شوية الشجلان وندخلهم الفران 180 درجة حتى كيتحمروا وكيعطونا واحد اللون ذهبي ومحمر، عاد نخرجوهم للفران ديالنا. كيجيو رطبين وشاش، ولقاو واحد الإعجاب كثير من عند السيدات اللي جربوهم في المرة الأولى صدقوا ليهم، وزوينين الرمضان هكا نرفقوهم في الطبلة ديالنا كيجيو غزالين. لا
لي خطك ما عندي ما يتسالك. هند دائما وصفات فعلا متميزة. شكرا جزيلا ليك وخليني دائما عافاك نسمع صوتك وكنتمنى توجدوا لنا الهوات ديال رمضان ان شاء الله. حبيبه الله يبارك فيك. حنا المره الجايه ان شاء الله نحاولوا نعطيو الوصفات بالمعلقه او بالكاس. لي خطك شكرا وغير سمح لي لان الناس كيطلبوا هذه المساله هذه. شكرا جزيلا الله يوفقك. شكرا جزيلا الله يبارك فيك. تحياتي ليك هند. الشكر ليك على الوصفات ديالك اللي بكل تاكيد دائما متميزه. الطريقه كيفاش كتقدم لنا هاد الوصفات بطريقه سلسه وسهله باش الكل كيستطع انه يتبع معنا ويسجل هاد الوصفات. فتحياتي لكل المشاركات معنا في هاد الفقره هادي اللي الحمد لله كل مره كيتزاد العدد ديالو وتبارك الله قدرنا نحصلوا على مجموعه كبيره ديال السيدات اللي ما كيبخلوش علينا بالوصفات ديالهم واللي دائما هما على اتم الاستعداد باش يقدموا الجديد للمستمعين الكرام. فتحيه عاليه لكل هاد المشاركات معايا في هاد الفقره. مع كامل الاسف كنقول المشاركات فقط لان ما كنقولش المشاركين لان كيشاركوا معنا غير السيدات هاد الفقره. بعد